السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقف حقيقي حصل، كنت واقف مع صديق وبتكلم معاه، فهو طلع سجارة عشان يشربها، فأنا بقيت طبعا خطوة أساسا يعني التأثير السلبي للسجاير، ممكن واحد يتأثر سلبيا بالسجاير. وأعرف واحد كويس جدا يعني صديق ليا، كان مدرب كونغفو وهو مشوف سجاير، بس والده بيشرب سجاير، فلما راح الجيش اترفض بسبب ان هو السجاير اثرت على الرئه يعني. فالتاثير السلبي ده حاجه مضره جدا يعني. فعدى واحد تمام وبيقول له ممكن تولع لي، هو ماسك السجاره ومولعها ومع كبريت اكيد يعني، فقال له لا. فالشخص بص له استغرب كده وسابه ومشي. فانا قلت له تمام، هو موقف كويس بس انا عايز افهم ليه انت ما رضيتش تولع له. قال لي انا كده شفت السجاره وخدت ذنبها، تمام استمتعت بيها وخدت ذنبها، او انا اتعودت عليها وخدت ذنبها، فانا ما جيش يوم القيامه يبقى معايا ذنب واحد تاني انا ما اعرفوش عدى وولعت له السجاره، عاونته على حاجه غلط تمام. فانا افتكرت الايه اللي بتقول ولا يحملن اثقالهم اثقالا مع اثقالهم، زي لما انت بتعمل حاجه خير وتدل الناس عليها فتاخد اجرهم معاك يعني، هم بياخدوا اجر وانت برضه تاخد اجر. برضه الذنب لو انت مثلا جبت حاجه غلط وشيرتها مع الناس او قلت للناس عليها او اي حاجه من الحاجات ديت، هتلاقي في ذنوب السيئات نسال الله ان يعفو عنا الذنب دوت، فنسال الله ان هو يعني طبعا يعني. حتى لو الواحد ابتلي بذنب وابتلي بحاجه غلط، فالاصل ان هو يكتمه، والاصل ان هو يدعو الله ان هو يتوب منه، والاصل ان هو يحاول ويعافر ازاي يخلص من الذنب دوت، وفي نفس الوقت ما يخليش حد تاني يعمله، او ما يقولش حد تاني تعالى شاركني في الذنب دوت، او بص ده انا شفت صوره معينه يعني. لو واحد مثلا ابتلي بحب مثلا ممثله او حاجه او كده او اعجاب او شتم زي حاجه زي كده، ما يقعدش يشيرها على الصفحه بتاعته، ما يقعدش يشيرها على الحاجه دي، لا يعني اذا بليتم فاستتروا ان الله ستير حب ستر. فما تشيرش حاجه غير لما تكون واثق ان الحاجه دي هتفيدك يوم القيامه او هتكون مفيده ليك يوم القيامه، لان الواحد مش ناقص ذنوب. فالواحد لما يعمل ذنب ويدل الناس عليه ممكن الاف الناس يشيروها وكده، وسيبك من حاجات شهره وتاج وناس كتير داخله في الترند والحاجات دي كلها، ما تشاركش حاجه غير حاجه كويسه، ما تلاقيش مثلا اغنيه منتشره في تقعد تشهرها، لا خلي صفحتك طريقك للجنه، خلي صفحتك حاجات تكون مفيده، حتى لو هزار بريء حتى لو هزار حلو ما فيش مشكله، المهم يعني قبل ما تشهرها اتاكد ان هو مش هيكون عليك يوم القيامه.